السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده ممكن يكون غريب لبعض الناس شوية، لكن لو انت عندك فضول تعرف ايه الفيديو ده او بيتكلم عن ايه، فده بيتكلم عن المبرمجة اللي قدامك دي كده، والفلاشة دي من غيرها ما كنتش قدرت انت تشوفني على اليوتيوب او انك تقدر تفتح الكمبيوتر بتاعك او التليفون بتاعك او حتى كمان تتفرج على القنوات اللي بتتعرض على التلفزيون. تعالى كده اقرب لك الفلاشة دي بشكل اكبر. عندي هنا دي حاجة اسمها الفلاشة الخاصة بشحن البايوس. الفلاشة دي ممتازة جدا لشحن حاجة اسمها البايوس، والبايوس ده دي رقيقة او حاجة رقيقة كده بقول عليها بايوس. زي ما انت شايف البايوس ده حاجة زي شاحن او فلاشة بتتشحن او بيتحط عليها مثلا بعض البرامج، بعض الملفات، بعض المعلومات، حتى كمان الرسيفر بتاع التلفزيون بتاعك ممكن يتحط عليه القنوات على الفلاشة الصغيرة دي. فمن غير الفلاشة دي ما تقدرش تشحن البايوس او حتى كمان ترفع عليها الملفات. زي ما انت شايف الفلاشة دي احسن فلاشة تقدر تشتريها. يمكن الفيديو ده لو انت فهمته كويس يكون مصدر دخل ليك، او انت ممكن تتعلم حاجة تقدر يعني تجيب لك دخل من خلال الفيديو ده. طب تعالى نعرف اكتر عن الفلاشة دي. الفلاشة دي بتيجي بالشكل اللي قدامك ده كده، ده عبارة عن حاجة اسمها مبرمجة، بتحط هنا الاي سي او بتحط هنا البايوس. طبعا بيكون مكتوب هنا تحت بايوس، وفي حاجة تانية هنا كده، دي الخاصة بالاي سي هات ودي خاصة بالبايوس. فانت بتحط دي كده تمام زي ما انت شايف، بتركب دي على دي وبتقوم تنزل لتحت خالص، تنزلها لتحت خالص بحيث ان هي تكون معوجة بالشكل ده كده. شوف يعني ايه نزلت تحت خالص. طيب دلوقتي عايزين نعرف البايوس ده بتقدر تشيله ازاي. طبعا ممكن اوريك في الفيديو اللي قدامك انك تقدر تشيل البايوس من خلال المكوى الحام او من خلال الهوت اير، عادي جدا تقدر تشيلها. طيب دلوقتي انت ممكن يجي مع الفلاشة اللي قدامك دي حاجة زي دي كده. طبعا يعني المشبك ده اي كلام بصراحة، ما عجبنيش وهتصرف فلوس على الفاضي. يعني كل الفلاشة دي كلها بمبلغ، لكن ده بمبلغ تاني وهتصرفها على الفاضي. فانا بصراحة انا هرمي البتاع ده لان ملوش اي 30 لازمة وملوش اي استخدام. طيب ده بيمسك البايوس؟ لا مش بيمسك البايوس خالص، بالعكس ده بيبوظه حتى كمان لو هو راكب، ومش بيساعدك في اي حاجة خالص، ومش مشبك النوع اللي هو بيمسك كويس. يعني هو حتى لو مسك البايوس بيفلت منه تاني، فما انصحكش بالبتاع ده، انصحك انك ترميه خالص وتركز معاك على الفلاشة دي. طبعا البايوس عندك زي ما انت شايف ده كده البايوس، بتلاقي فيه زي نقطة معمولة في البايوس، النقطة دي بتطلع لفوق او بنخليها لفوق بالشكل ده كده، بتقوم تحطها على الفلاشة زي ما انت شايف قدامك كده، وبتجيب مشبك من اي مكتبة، المشبك ده صغير بالشكل ده، تقوم انت مركب ده على ده كده تمام. طيب دلوقتي بعد ما احنا ركبنا الفلاشة زي ما انت شايف كده، الفلاشة دي هتركب في الكمبيوتر. طبعا انا فاتحة قدامكم على الكمبيوتر، هركب كده تمام، وزي ما انت شايف كده هو قال لي هنا تم القراية، بتضغط عندك على كلمة ريد. طبعا هنا بيقول لك انك مش ظابط الفلاشة، حاول تظبطها. فانت دلوقتي هتشيل الفلاشة وحاول تظبطها، انا حاول كده اظبطها لكم معاكم. طيب دلوقتي زي ما انت شايف انا عملت ريد للفلاشة او قراءة للفلاشة عشان يعرف الفلاشة دي معلوماتها ايه. الفلاشة دي حجمها 64 ميجا بت. طبعا الفلاشة دي ممكن ترفع عليها سوفت القنوات بتاعتك، لو يعني انت عايز تتفرج على قنوات النايل سات، ممكن كمان تشحن البايوس بتاع الكمبيوتر بتاعك، تشحن البايوس بتاع التليفون بتاعك. البايوس ده يعتبر الوسيط بين اللوحة او المذر بورد ونظام التشغيل، يعني هو السبب الرئيسي في نظام التشغيل عندك في التليفون او الكمبيوتر او الرسيفر او اي حاجة شغالة بالتكنولوجيا. دلوقتي كده عمل ريد زي ما انت شايف او عمل قراءة عادي جدا. لو انت عاوز تحفظ الملفات اللي موجودة على البايوس بتضغط عندك على كلمة سيف تمام، وبتبدأ تحفظها زي ما انت عاوز بأي صيغة بقى انت عاوزها. لو انت عاوز ترفع ملف فبتضغط عندك على كلمة open. لو انت رفعت الملف وعايز تحرقه على الفلاشة او البايوس بتضغط عندك على كلمة read طب او write، عفوا بتضغط عندك على كلمة write لو انت عاوز تحرق الحاجة على الفلاشة. عشان تأكد ان الفلاشة شغالة بتضغط عندك على verify. لو انت عايز تعمل format للفلاشة بتعمل erase او بتعمل محو لكل المعلومات اللي على الفلاشة. ودي كانت افضل برمجة او افضل مبرمجة تقدر تستخدمها على الشاشات او الريسيفرات او على التليفونات او الكمبيوترات، هتبقى ممتازة جدا جدا معاك وسهلة الاستخدام بدون اي تعقيد. كده الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ياريت ما تنساش دعم لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، مع السلامة.